لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة الفرقان: كما أن كثيرا من النصارى واليهود يعتقدون أنهم أولياء الله قضية الولاية، فبين جملة من الأدلة قبل ذلك في بيان أن القرآن متضمن لبيان من هم أولياء الله عز وجل وما هي أحوالهم وصفاتهم، عشان لما حد يقول إحنا أولياء الله اليهود والنصارى يعتقدون ذلك، أهل البدع يعتقدون ذلك، الشيعة يعتقدون ذلك، اليهود الكفرة بكل أنواعهم يعتقدون أنهم أولياء الله. يقول: وأن محمد رسول الله، ولكن يقولون إنما أرسل إلى غير أهل الكتاب. ده اللي بيقوله إن هو رسول الله، وإلا أهل زماننا من اليهود والنصارى كلهم يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي من أوضح الأدلة على كفر من لم يكفر. ليه؟ لأنه بينقض الشهادتين نفسهم، بينقض شهادة أن محمد رسول الله لما يقول إن دول بيكذبوا الرسول وفي نفس الوقت إيه؟ مؤمنين. سعد الدين هلالي طلع بإن هو إيه؟ إن الإيمان بالرسول مش ركن في الإيمان، والعياذ بالله، وإن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع مع الإيمان بالله، وده طلعوا له قرار من مجمع الأسرة الإسلامية بس من غير ما يسموه، ومن غير ما يقول عليه كافر طبعا. الذي لا شك فيه أن هذا كفر ناقل عن بالله اتفاقا، ده إذا كانوا هم بيقولوا إنه رسول الله بس على العرب يبقوا كفار بالإجماع. قال: ولكن يقولون إنما أرسل إلى غير أهل الكتاب، وأنه لا يجب علينا اتباعه لأنه أرسل إلينا رسلا، لأنه أرسل إلينا رسلا غيره قبله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كلهم كفار، مع أنهم يعتقدون في طائفتهم أنهم أولياء الله، وإنما أولياء الله هم الذين وصفهم الله تعالى بولايته بقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى الإيمان، ولا بد الإيمان ثم التقوى، والإيمان ولا بد في الإيمان أن يؤمن العبد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بكل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله الله. وعدم إيمانه برسول واحد هو تكذيب لكل الرسل وكفر بكل الرسل، عدم إيمانه بكتاب واحد هو عدم إيمان بجميع الكتب خصوصا القرآن العظيم. يقول: كما قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لا نفرق في الإيمان، ليس لا نفاضل بين أحد من رسله، لا نفرق. اللي يفرق بين رسله يؤمن ببعض ويكفر ببعض، وأما الإيمان بهم جميعا مع اعتقاد أن بعضهم أفضل من بعض كما نص القرآن: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن هذا ليس تفريقا بينهم. لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله عز وجل قد فعلت. أعطي النبي صلى الله عليه وسلم كنزين، خواتيم فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وكأن ابن تيمية أصلا كان في زمنه اليهود والنصارى مش قادرين يكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فبيقولوا رسول الله بس ليكم بتاعكم أنتم. وعلى فكرة ناس كثير من المسلمين للأسف بيعتقدوا دلوقتي إن سيدنا محمد النبي بتاعنا وهم ليهم أنبياءهم. أو ده الاعتقاد اللي بيرد عليه شيخ الإسلام إن اليهود والنصارى اللي بيقولوا كده كفار، لأن ربنا وصف هؤلاء المتقين أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يبقى اللي ما أمنش بما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى ليس إيه؟ بمؤمن، وليس بمتقي، وليس بولي. وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ولا بد في الإيمان لأن يؤمن أن محمدا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن. المسألتين دول أي مخالفة فيهم تنقل عن الملة. يعني اللي يقول إنه هناك نبوة بعد نبوته زي البهائية القديانية والبابية والدرزية، لأن كل دول بيقولوا بإن، بس الدروز طبعا بيقولوا هي الحاكم مش بس نبوة، وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن. البعض اللي بيقول إن دول إن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول العرب بس، وإن أهل الكتاب لا يلزمهم. فكل من لم يؤمن بما جاء به فليس بمؤمن، فضلا عن أن يكون من أولياء الله المتقين. ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر ليس بمؤمن. قال الله تعالى، الآية دي من أعظم الأدلة وأوضح الأدلة للاستدلال على هذه القضية، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. القضية دي للرد على من يصححون ملل اليهود والنصارى بزعم أن هؤلاء آمنوا بالله وبالأنبياء. لا، نقول إن الذي آمن ببعض الأنبياء وكفر ببعض فأولئك هم الكافرون حقا ويفرقون بين الله ورسله، يقولون نؤمن بالله ولا نؤمن بالرسل، زي الربيون في أوروبا النهاردة. في ناس بيقروا بوجود الله بس لا يقروا بالشرائع. العلم الحديث لما بيفكروا فيه لابد لهذا الكون من صارخ، تقول له طب في شريعة في أنبياء، يقول لك لا 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 ماليش دعوة، أنا بأؤمن بربنا وأنا حر في حياتي بعد كده. الآية دي ترد على كل هذه الطوائف، وترد على اللي بيخدم بعض ما جاء به الرسول ويكذبوا البعض الآخر. يعني البهائية والقديانية بيعتقدوا أن الرسول رسول صلى الله عليه وسلم، بس ما بياخدوش حتة إيه؟ خاتم النبيين لا نبي بعدي. يقول لك خاتم النبيين يعني الخاتم اللي هو شكله حلو فيهم. طبعا ده اجماع المسلمين المتواتر المعلوم من الدين بالضروره على تفسير خاتم النبيين بانه لا نبي بعده، فضلا عن تواتر
لا نبي بعدي عن النبي عليه الصلاه والسلام. فاللي هم بيقولوا ما هناخد بعض ونترك بعضا، يبقى دول ايه؟ كفار، اولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لفظ الكفر عند المعاصرين عايزين دايما يتكلموا على الاخر، ما بيحبوش يتكلموا على ايه؟ الكافر. لفظ الكفر مش كانه هو هيقدروا يحجبوا القران اللي مليء بوصف الكفار واحوالهم وعقائدهم، وصف المؤمنين مش نحن والاخر. الاخر ده مين؟ لازم تقول الاخر الكافر غير المسلمين اللي هم الكفار. قال: والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما. عدم التفرقة بين احد منهم تشمل الايمان بجميع الرسل وعدم تكذيب احد منهم، وفي الحقيقة الايمان بما جاءوا به كله، وده موجود في القرآن وفيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. العقائد التي جاء بها الأنبياء والشرائع التي اتفقت فيها الرسالات كلها موجودة في رسالة الإسلام فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ومن الإيمان به، الإيمان بأنه الواسطة، نقول من ضمن الأدلة على في المسألة الأولى على أن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يستلزم الإيمان بكل ما جاء به، أن من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، قال الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فإن أشد العذاب لا يكون لعصاة الموحدين بل للكافرين والمنافقين. قال: ومن الإيمان به الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه هو الواسطة بين الله وبين خلقه، الواسطة في التبليغ، الواسطة في بيان الوحي، أي أن الرسول بعث مبلغا عن الله ما أمره به لجميع الإنس والجن. كذا يقول الشيخ الإسلام أنه الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقا إلى الله من غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر من أولياء الشيطان. القضية دي قضية عظيمة الأهمية، تهدم دين الصوفية القائم على إن هو بيجيب الدين بتاعه منين؟ مش لازم الرسول، إن إلا لكم لازم الكتاب والسنة بس. عندهم الشيخ الفلاني قال، الولي الفلاني جرب التجربة دي فايه؟ فنفعت والعياذ بالله. كده بيقول: ليس لأحد أن يخرج عن تحليل الشريعة وتحريمها. ودي قضية الحكم ما أنزل الله، الحلال والحرام عندنا هي قضية لابد أن تكون من الشريعة، مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مش إن الناس يبقى كلام البعض سواء أحبار سوء أو رهبانها يتحول إلى التشريع. يبقى مجرد إن الناس تقول كلام يبقى هو ده شرع. ولذلك يعني ما يحدث في كثير من البلدان من أن تصبح التشريعات مصدرها آراء الرجال أو النساء دلوقتي كمان، طبعا إن الناس دلوقتي كل حد يطلع في دماغه حاجة يبقى يعملها قانون، تبقى تشريع ويبقى يجرم ويبقى يحلل ويحرم. وطبعا أحبار السوء وملوك السوء كما قال ابن عبد الله المبارك: الأفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها هم الذين ورهبانها دول المتعبدين بالباطل البدع. كثير من أهل الزندقة يعتقد أن هناك طائفة لهم أن يرتكبوا المنكرات والمحرمات ويتركوا الواجبات
بزعم أن لهم طريقا مع الله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا وصل اليقين يبقى إيه؟ مش محتاج الالتزام بالشريعة. وكأن اليقين ده الرسول ما وصلوش على كلامكم، إن الرسول فضل يعبد الله إلى إيه؟ إلى أن مات. اليقين الذي هو الموت، واعبد ربك حتى أتيك اليقين اللي هو الموت. ها؟ اليقين اللي عند الصوفية دول إن هو شاف الملكوت، إن هو وصل إلى وحدة الوجود، اللي هو إن وصل إلى مرحلة إن رفع عنه التكليف. عشان كده ما بيصليش، هو ولي من أولياء الله وبإذني، والصبي بتاعه اللي هو المريد يحضر له الماء السخنة ويبيع الحشيش قدام الباب المسجد الأزهر، وابن حجر يقعد يقطع معاه. يا للكذب، ناس بتكذب على، يعني ما هو بيكذبوا على ربنا سبحانه وتعالى، يبقى مش هكذبوا على المشايخ. يقول يزعمون هؤلاء كثير من أهل الزندقة، يزعموا أن لهم طريقا مع الله الأولياء، وأن هذا الأمر الأوامر الشرعية والتشريعات العامة، وأن الخاصة لا تلزمهم هذه العبادات لأنهم قد وصلوا. كان في واحد قريبنا، كان خال الوالي صوفي، يقول له يجي يزوره، يقول له يا خال ما تقوم تصلي يا خال، يقول له الصلاة وسيلة لا غاية. أنا كنت صغير لما شفتش الراجل ده، بس هو ابنه يحكي لي رحمه الله، يقول له بتصلي، يقول له الصلاة وسيلة لا غاية، وهو وصل للايه؟ للغاية. يبقى خلاص مفيش صلاة، ويفطر في رمضان ويقول له برضه نفس الوضع. الصوفية دي عريقة في الضلال والعياذ بالله. مرة آخر بيحكي لي إن واحد كان بيصلي، دخل مسجد ولقى واحد طول الصلاة رايح ولا بيصلي وبين الصفوف، ويطلع ويخش وعمل دوشة. فبعد ما خلص الصلاة قال له هو حضرتك ما صليتش معنا ليه؟ ما ردش عليه الراجل. مين اللي رد عليه؟ الإمام. وقال له انت ازاي تكلمه؟ ده من اولياء الله الصالحين اللي اترفع عنهم التكليف، واخد بالك؟ اللي خلاص ما بقاش مع الصلاة دي لينا احنا، والعياذ بالله. اهو ده الكفريات والله. يعني دي عشان الدين ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الدين ده عباره عن عقيده وعن عباده وعن معاملات وحلال وحرام وعن نظام دوله وعن نظام مجتمع. الحاجات دي كلها هي الدين. فاحنا لما بنقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطه، الكلام ده بيقفل الباب على هذه الايه؟ على هذه الخزعبلات. وعشان كده بقول لكم ان قضيه التقليد هي التمهيد لهذه الفكرة، التقليد الأعمى، التقليد الأعمى اللي يخلي الناس ما تسألش ليه فلان قال كده، ايه الدليل، انت مالكم من الدليل، انت شفه سمك في الدليل. الله، ده دوره، عشان دور العالم انه يوضح لنا ليه الدليل، أخبرنا. عشان يقول لنا ربنا قال كذا في كتابه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا في سنته، ويوضح لنا ويريحنا بيها، نقوم نعرف نتبع السنة. مش ان انا المطلوب ان نحفظ مجموعة اقوال المذهب وخلاص، ولا ليه دخل باي حاجة في الأدلة. مش هينفع الموضوع ده. في ناس كويسة صالحة يعني شايفين ان ده طريقة صحيحة في طلب العلم، وانها بداية مطلوبة، بس البداية دي بتتكرر بعد كده مرة في مرة في مرة، لغاية ما يرسخ في الناس أنا مذهبي كذا، أنا ماليش دعوة إلا بكذا، ومالوش دعوة بقضية الدليل كده. احنا بنحط لازم تحط كتاب السنة على الرف للتبرك، للتلاوة، للتجويد، لحفظ المتون، من غير ما ندور على ايه؟ على المعاني المتضمنه في الكتاب والسنه للمسائل اللي احنا بنعيشها. عشان كده ابن تيميه متميز جدا انه بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على حاجه معينه بيجيب لها الادله على طول، الايه على طول، عشان نقول ان دي مبنيه على دي. عشان كده بقول هذا كله اللي بيقول ان 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 ان
الأولياء لهم تاريخ مع الله والأوامر العامة، هذا كله من الكفر المخرج من الملة. طبعا قضية قصة الخضر مع موسى هي حجة هؤلاء دائما، عشان كده يقول يحتجون بقصة الخضر مع موسى، هذا احتجاج باطل وبيحتجوا بيها ليه كتير، وفي إجماع من الصوفية على إن الخضر عايش وبيقابلوه في الموالد. ليه؟ عشان يمهدوا للقضية دي، لأن موسى سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم الخضر خرج عن إيه؟ عن شريعته، وبالتالي عشان كده من اعتقد أن لأحد أن يخرج عن شرع النبي صلى الله عليه وسلم كما خرج الخضر عن موسى فهو كافر، عن شريعة موسى فهو كافر. ليه؟ لأن شريعة سيدنا موسى كانت خاصة ببني إسرائيل، وكان في أنبياء تانيين في ذلك الزمن، إما الخضر نفسه نبي، وإما أنه متبع لنبي آخر غير إيه؟ غير سيدنا موسى اللي هو نبي بني إسرائيل. نقول هذا احتجاج باطل، لأن الخضر لم يكن ملزما باتباع شريعة موسى. نص الحديث في البخاري، حديث ابن عباس، قال يا موسى، قال الخضر يا موسى أنت على علم من علم الله علمكه لا أعلم، وأنت أنا على وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلم، أنت على علم من علم الله علمكه لا أعلم، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلم، وما علمي وعلمك وعلم خلائقي إلا كما أخذ هذا في علم الله، بالنسبة إلى علم الله يعني، إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. عشان كده بنقول أن الخضر لم يكن ملزما بشريعة موسى، وأن الله أعلمه بأشياء من علوم الغيب وشرع له شرائع، سواء كان أوحي إليه كنبي أم بشريعة بلغها له نبي من الأنبياء في زمنه، مثل قتل الغلام وإصلاح الجدار بلا مقابل وخرق السفينة، كلها تحتمل التأويل إلا قضية قتل الغلام. يعني تحتمل التأويل، تأويل يجعلها موافقة للشريعة. يعني أنا أحسنت إلى من أساء إلينا، مش غلط مش كده؟ يعني اللي هما بناء الجدار مش كده؟ أعرف شرعنا إن أنا أحسن إلى من أساء إلي، وإن أنا ممكن أحتمل مفسدة صغيرة من أجل دفع مفسدة إيه؟ كبيرة. قتل الغلام ما ينفعش فيها إلا وحي لنبي، وحي يعني ما ينفعش اجتهاد، يعني مش هجتهد في عيل صغير وأقول أنا عندي إلهام وكشف، أو أنا شايف بوادر كده إن الولد ده بلطجي وكده وقارف أمه وأبوه نقتله، ها؟ شعب هيموت؟ ده إيه ده؟ ها؟ ما نستغفر الله. عشان كده بنقول طبعا ده كان في فتوى على فكره مشهوره طبعا، القضيه بتاعت الخلافه العثمانيه، وقفتوهم بقى بالتاويل المستكره. يعني في الاصل كلام كفر، يعني كان بيفتوا ان اي سلطان يتولى ويقتل جميع اخواته ولا يضر، ليه؟ عشان ما يحصلش نزاع لما يكبر، ولو يبقى في ولي عهد ويمسك يقتل كل العيال التانيه علشان مفسده ان الامه هتفترق. عشان كده بقول لكم قتل الغلام، ابن عباس بيعجز نجده الحروري لما بيقول له سالتني عن قتل الغلمان فلا تقتل الغلمان، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الغلمان الا ان تعلم ما علم الخضر من الغلمان، يعني وان لك ذلك. زي بالظبط كده قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله معاوية بن الحكم السلمي، قال إن من قومي ناس رجالا، إن من قومي رجالا يخطون، فقال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. يعني إيه خطه؟ يعملوا خط في الأرض وبناء عليها يقولوا هيحصل كذا هيحصل كذا. في نبي من الانبياء ربنا علمه ايه؟ هذا العلم. مين هو؟ ما يعرفوش.
خطه ده كان ازاي؟ ما نعرفوش، ده تعجيز بقى مش كده؟ انه نبي في انه زمن، فين الخط بتاعه عشان توافقه؟ يبقى عدم العلم بالموافقة يساوي العلم بالايه؟ بالمخالفة. معنى كده نقول وهذا الحكم ان في حد يخرج عن الشريعة لا ينطبق على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول الله إلى الثقلين، إلى الإنس والجن. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق إلى طريق المستقيم. الله يا قومنا أجيبوا داعي الله. إذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم داعي إلى الله عز وجل عند الجن، ويلزمهم الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم، وشريعته لازمة للناس كافة، فلا يجوز لأحد ادعاء أنه قد علم ما أخفاه الله عن غيره من العباد، وأن له ارتكاب المحرمات الظاهرة بزعم أنها في الباطن ليست كذلك. المخدرات اللي بيبيعها الشيخ فرغل حلال إنه يبيعها. ليه؟ لأن في كرامة، لأن كل واحد يشتري المخدرات دي بيتوب ويبطل. يا سلام يا سلام. وأن هناك أسبابا تجعلها له حلالا، مثل أن يقول إن الله أباح له ذلك. جبتها مني؟ أقول لك ربنا اللي قال لي. ربنا قال لك فيه؟ عشان كده حتة إيه؟ أخبرني ربي فقال، قال لي تأخذون منكم عمال. أخذين بالكم شايفين قضية مصدر التشريع خطيرة توصل لغاية فين؟ لو فتحت الباب بتاع إن الشيخ اللي قال، أخبرك يعني ياما دلوقتي الكلام بتاع ايه؟ ايد الرفاعي. ان ان الرفاعي بيروي القصه انه كان واقف عند القبر فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو يمدي له ايده فاخرج له يده فقبلها. والقصه دي متواتره عندهم تواترا لا يحتمل. وعشان كده بيعرفوا يعملوا التعبير. ايه العلاقه بين دي ودي؟ تنس طبعا. عشان كده لابد من معرفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة في تبليغ الأمر والنهي. يبقى مفيش حد هيقول أمر ونهي حلال وحرام شرع إلا بإيه؟ بشيء عن الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هو عن الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. قال أو أنه رأى الرسول في المنام وقال له كذا. قال له إن الحاجة دي الحشيشة دي حلال، وان انت كل لما تبيع حشيش الناس هتتوب. ده يقبل الكلام ده؟ اللي هيستحل المحرمات بذلك مبقاش مسلم. ربما يتمثل له الشيطان فيصير يقول له انا الرسول. الرسول الشيطان لا يتمثل بالرسول، ما هو ما يتمثلش بالرسول في صورته اللي ربنا خلقها ماشي، لكن يتصرف صورة واحد ثاني او الراجل من عماه يفتكر ان هو ده الرسول. وهذه الفرق كافرة خارجة عن الملة، اللي ترى أن لبعض الناس الخروج عن شرع النبي عليه الصلاة والسلام. يجي إذا كانوا دول كفرة وهم منتسبين للإسلام، يجي واحد يقول لك ده اليهود والنصارى مش كفار، ده كفر ثاني مستقل. أهو في سبيل الدين الإبراهيمي زي ما بقول لكم، إن هم يقولوا إيه؟ إن مين اللي بيقول في الفرق الإسلامية عبر زمان المنسوبة للإسلام إن اليهود والنصارى مؤمنين؟ هم الفرق بقى اللي بتقول ما يلزمش اتباع الرسول، إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو وحده الواسطة، وإن الناس التانية دي لها النبي بتاعها. يبقى كل واحد يتبع موسى نبي وعيسى نبي محمد نبي، وكل واحد له نبي إيه يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. إحنا نصلي عليهم كلهم لأن هم بتوعنا كلهم، ونحن أولى بهم من ينتسبون إليه. نقول فهو يعلم إيه سبب كفر هؤلاء من الملة، يعلم أن الله حرم هذا
وأوجب هذا، ومع ذلك يرى نفسه خارجا عن هذا التحريم والإيجاب، فلا يكون هذا مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء به. قال شيخ الإسلام: وأما خلق الله تعالى للخلق ورزقه إياهم وإجابته لدعائهم وهدايته لقلوبهم ونصرهم على أعدائهم وغير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار، المضار مش المدارك، فهذا لله وحده يفعله بما يشاء من الأسباب، ولا يدخل في مثل هذا واسطة الرسل. استدراك بيذكره ابن تيمية ليه؟ انه بيقول ان الرسول واسطة، طب ما التاني، عشان كده قال في تبليغ امره ونهيه، وليس واسطة في ان يطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكربات. هي المسألتين اللي خلاف بيننا وبين الصوفية في البابين دول، في قضية التشريع لمن واتباع السنة، قضية الاتباع، والتانية والأولانية التوحيد. انتوا حطيتوا الرسول صلى الله عليه وسلم في منزلة من يجيب الدعوات وتطلب منه قضاء الحاجات ويتوكل عليه. شفتوا الحضرة اللي عملها أحد رؤساء الأحزاب في المكتب بالرق والطار، رئيس الأغلبية، ها؟ لا رئيس الأغلبية، أما رشاد اسمه ايه؟ حاجة صعبة جدا، صعبة جدا إن الناس تقبل بهذه، إن ده يبقى هو ده الدين، بس تقعد تجيب رق وطار وتقعد، ها؟ هما بقى القضية كلهم إن هما بيجوزوا الطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما عبد الواحد الحنبلي الأزهري ده اللي بيقول لك ده محمد خالف إجماع العلماء كلهم في جواز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم بأننا نطلب منه قضاء الحاجة والاستغاثة به. أنه علماء يعني، عشان كده أنا قلت كده. وحسن البخاري يقول نفس الكلام والعياذ بالله، وبيقول لك لا يكفر إلا أن يعتقد أنه الفاعل استقلالا. ده المشركين ما بيقولوش كده يا راجل. انا بقول ازاي الناس دي تحولت عن المنهج السلفي. بدايتها كانت ايه؟ التقليد، البدايه بتاع التقليد، وبعدين لقى ان كل كتب المتاخرين اللي هو بيعتمدهم كمعتمد المذهب بيقولوا بجواز الشركيات، والعياذ بالله، بجواز الاستغاثه بالرسول، بجواز ان السيده زينب حرس البلد، بجواز السيده زينب هي اللي هتنقل الراجل الضابط من مكانه للمكان الثاني، بعت لها طلب نقل. يعني هم عمي عن المذهبيه، عن الدلاله. يقول لك مين اللي قال ان احنا ده دعاء ده طلب؟ يعني ايه هو 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 الدعاء ايه؟ طلب على الغيب. في فرق بين طلب على الحضور ناولني بلح، ده طلب على الحضور مش كده؟ فيما يقدر عليه المخلوق مش كده؟ لكن لو انا قلت دلوقتي لاخ في امريكا ناولني بلحه، من الذي هو في امريكا ومش سامعني ولا في تليفون بيننا ولا هيعرف ان انا هي كده؟ لان هذا وان كان يقدر عليه على الحضور لكنه لا يقدر عليه على الغيب ولا يستطيع ان يجيب على الغيب، فضلا ان يكون ميت. طبعا يقول لك لا، حياه البرزخيه، ما احنا الحياه البرزخيه لازم نفهمها انها لا تنافي الموت. الحياه البرزخيه موجوده مع وجود الايه؟ الموت. انك ميت وانهم ميتون. افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. قال ابو بكر رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. يبقى ما تعاملوش في الحياه زي الممات، هتروح تساله. عشان كده ابن تيميه قال خلق الله تعالى للخلق. الجفري بيقول ايه؟ بيقول لك الولي قادر على ان يخلق في بطن المرأة الجنين بإذن الله. اي قول المشركين الا شريكا هو لك ملكته وما ملك. يعني وانت لما سميته شريك وجعلته ان هو بيدبر حاجات وقلت ملكته وما ملك، اسقط حكم الشرك عنك؟ لما تقول ان الولي يخلق في بطن المرأة،
وبالتالي يبقى لما الواحده تيجي تعمل ايه ما عندهاش ما بتخلفش، تروح للسيد البدوي وتقول له اديني عيل يا سيد، تروح للسيده زينب وتقول لها يا ستي يا حرس البلد من كل من عدا وحسد، من عدا وحسد انت الامان وانت السند ومحصننا وبالمدد، مدد يا سيد، مدد يا سيده في عيل. يبقى ده انتوا بتبرروا لهم الشركيات دي، ده مخطط عالمي، مخطط عالمي فعلا والله، علشان الناس تترك الاسلام، الاسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاه والسلام، عشان الناس دي هي اللي تمشي في مسار الدين الابراهيمي. رزقه اياهم، اجابته لدعائهم، لا ده معتقدين ان الرسول مدبر الاكوان. يسري جبر بيقول الرسول مدبر الاكوان. الشيعه بيعتقدوا ان علي مدبر الافلاك. السيد البدوي هو الركن المهاب الذي اذا دعوته في البر او البحر يكاد. عندهم ان اللي قالوا يا رب والمركب بتغرق البحر بيزداد هياجا، لغايه ما الرجل قال لهم استغيثوا برسول الله، فاستغاثوا برسول الله فسكن البحر كالزيت. أسوأ من المشركين، اذا مسكوا انضروا في البحر ضل من تدعون الا اياه. اعوذ بالله. هدايته لقلوبهم ونصرهم على اعدائهم، انت الامان وانت السند، محصنانا وبمدد يا ستي يا حرس البلد. طب ما الانجليز احتلوا مصر وفيها السيده زينب، واليهود خدوا سينا والسيده زينب موجود. الله، هو احنا ها احنا بنحب السيده زينب من ال البيت، وبنحب الحسين من ال البيت، طبعا مش موجودين في مش موجود الحسين في القبر ده، ولكن ايه دخل ده بان هي عرس البلد؟ تقول وغير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار فهذا لله وحده يفعله بما يشاء من الأسباب، ولا يدخل في مثل ذا في هذا وساطة الرسل. هناك قيد في مسألة الرسل، الرسول لا ينفع الناس ولا يضرهم على سبيل الوساطة أو الشفاعة. يعني ما بنقولش ده وسيلة للنفع والضر، لأن أنت ربنا عز وجل لم يخبرنا بذلك ولا أن احنا نطلب منه ذلك، ولا اعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع الله او من دون الله، لا شرك في الربوبيه. لكن لو قال لك لا هو ربنا اللي بيفعل بس الرسول واسطه وانا بدعوه عشان كده، هنقول لك ده شرك في الاله، لك دعوته من دون الله او دعوته مع الله او دعوته وتقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لذلك نقول لا يدعى من دون الله ولا يطلب منه الاغاثه ولا يتخذ الها يعبد من دون الله، لكن الخالق الضار النافع الذي يجيب الدعاء هو الله سبحانه. وأما وساطة الرسل فهي للإبلاغ عن الله الأوامر والنواهي والتحليل والتحريم والإخبار بأمور الاعتقاد والإيمان والعبادة والعمل. شوفوا بقى الخلاف كله في لا إله إلا الله محمد رسول الله. هم جعلوا مع الله آلهة هي الأولياء اللي بيصرفوا لها الدعاء والتوكل والاستغاثة والحلف والاستعاذة وأنواع العبادات كلها، والمهمة التي بعث بها الرسل وهي تبليغ الشرع سابوهم منها، لا قرآن ولا سنة يستدل به. يستدل بإيه؟ أقوال المشايخ، أقوال الأولياء. الخلاف فعلا بيننا وبينهم في أصل لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا الجهل وارد في الباب، عشان كده مش هنكفر المعين لغايه ما تقوم عليه الايه الحجه، لكن عايزين نقول المساله دي مساله ذات خطوره بالغه، هي اساس في تحقيق الايمان. قال ولو بلغ الرجل من الزهد والعباده والعلم ما بلغ ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن ولا ولي لله، كالأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى وعبادهم، وكذلك المنتسبون إلى العلم والعبادة من المشركين، مشرك العرب والترك والهند وغيرهم. فمن كان من حكماء الهند والترك وله علم أو زهادة أو عبادة في دينه وليس مؤمنا بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر عدو لله. شوف تحقيق في إحدى القنوات أظنها العربية عن
القوى الخارقة لأولياء الله. وجايبين مين بقى الأولياء ده؟ راهب هندوسي. جايبين واقف مناظر قدام الهندوس كده، وبيتحط في حتة درجة الحرارة فيها 100، ويطلع ما فيش أي حاجة، ومش عارف يتحط على الحديد، ويقول لك والمشكلة إنها قناة بتخاطب المسلمين، والمشكلة إن مش يقولوا الكلام ده شعبذة ولا سحر، بيقولوا الكلام ده قوة خارقة لدى إيه؟ أولياء الله اللي بيعبدوا إيه؟ البقرة، أو بيعبدوا البوزينو. وبعضهم جايبين لهم صورهم كده عريانين كما بولادتهم وبهتهم، وماشيين وسط الناس كده، وعادي خالص في المهرجانات بتاعتهم أبو الرهبان دول كما ولدتهم وبهتهم. أعضائهم الظاهر اليوتيوب ما بيعملش منع للحاجات دي، يسيبها زي ما هي كده عريانين، مش معتبرينها ان هي فيها حاجه. بيروجوا من اولياء الله من كل ايه؟ من كل مله. قال: وان ظن طائفه انه ولي لله، قالوا من لم يؤمن بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر عدو لله، وان ظن طائفه انه ولي لله. كما ان حكماء الفرس والمجوس كفارا مجوسا، يعني كما كان حكماء الفرس والمجوس كفارا مجوسا، وكذلك حكماء اليونان مثل ارسطو وامثاله كانوا مشركين يعبدون الاصنام والكواكب. وكان ارسطو قبل المسيح ب 300 سنه، وكان وزير الاسكندر ابن فيليكس المقدوني، مش وهو الذي يؤرخ له تواريخ الروم واليونان، ويؤرخ له اليهود والنصارى، وليس هو ذو القرنين إلى القرنين الذي ذكره الله في كتابه، كما يظن بعض الناس أن أرسطو كان وزيرا لذي القرنين. لما رأوا أن ذلك اسمه الإسكندر فظنوا أن هذا ذاك، كما يظنه ابن سينا وطائفة معه، وليس الأمر كذلك، بل هذا الإسكندر المشرك الذي كان أرسطو وزيره متأخر عن ذلك، ولم يبني هذا السد، ولا وصل إلى بلاد يأجوج ومأجوج هذا الإسكندر الذي كان أرسطو من وزرائه يؤرخ له تاريخ الروم المعروف. وإيه الفرق بين كلمة الأحبار والرهبان؟ أحبار منتسبين للعلم، والرهبان هم العباد، يتعبدون عبادات شديدة ويتخلون عن كل زخرف في الدنيا، يقضون السنين في القفار والخلوات، لا يفعلون غير ما يظنونه عبادة، ومع ذلك فليسوا بمؤمنين ولا أولياء لله، مثل بوذا وزرادشت كونفوشيوس كانوا يعلمون الناس الحكمة بزعمهم، وهي ليست الحكمة الشرعية، وعندهم زهد ورياضة نفسية لتحرير النفس من سلطان الشهوات، ومن عباداتهم الموروثة اليوجا، باستخدام الطاقة الكامنة من خلال تحكم الإنسان في جسده لا العكس. يعني الإنسان هو اللي يستخرج الطاقة ويتحكم فيها، مش الطاقة اللي يتحكم فيه، وكل هؤلاء مشركون. الكلام ده على فكرة مكتوب من حوالي 30 سنة قبل ما تطلع حكاية الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية. بس المعروف ده اليوجا والحاجات دي كلها والأفعال اللي بيعملوها كلها مرتبطة بعبادات البوذي وبرهبان البوذي. فدلوقتي دخل الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية، والإنسان الشمالي والجنوبي والشرقي والغربي، والحاجات ده بسبب قلة العلم. نسأل الله أن يعفو عنا جميعا، وأقول قولي هذا، وأستغفر.